أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا يقول: لقد كثرت في الآونة الأخيرة المسابقات والجوائز والسحب عليها في الصحف والمجلات وفي وسائل الإعلام. السؤال: ما هو الضابط في هذه المسابقات؟ وما حكم المشاركة فيها؟ وهل هي من الميسر دائما؟ جاء في الحديث الصحيح أن قوما في آخر الزمان يتخوضون في مال الله، لهم النار يوم القيامة. فهذا من التخوض في الأموال، هذه الجوائز على أشياء تافهة لا قيمة لها ولا تنفع، أو للدعايات، تجار يعملونها والشركات تعملها للدعاية، حملهم الجشع على أن يعملوا هذه الدعايات لأجل أن يستقطبوا الزبائن، فالزبائن يهرعون ويشترون هذه الأشياء من أجل الحصول على هذه الجائزة، وقد لا يكون لهم رغبة في السلع، لكن سيحصلون على جائزة أكثر من الثمن الذي يدفعون، فهم يهرعون إلى شراء السلع وإلى هذه المحلات، فهذا من أكل المال بالباطل. وقد يستعملون السحب، يدخلون اسمه في السحب ويسحبون، فإذا ظهر اسمه يأخذ الجائزة، هذا كله من الباطل ومن الغرر والخداع وأكل الأموال بالباطل، فهو ميسر، هذا هو الميسر. المراهنات، الميسر هو المراهنات التي عليها أموال، الميسر هو المراهنات التي يكون عليها أموال، لأن الأموال محترمة ولا يجوز تضييعها بهذا الشكل. ثم أيضا هذا فيه ضرر بأهل السوق والتجار الآخرين الذين لا يعملون، والشركات التي لا تعمل هذه الجوائز، ينصرف الزبائن عنهم. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الركبان حفاظا على حقوق أهل السوق، ونهى عن البيع الحاضر الباد لأجل حق أهل السوق، يستفيدون من هذه السلع المجلوبة، ولا يحتكرها واحد ولا يأخذها واحد ويحتكر الزبائن ويصرفهم عن الناس الآخرين، الناس كلهم يطلبون الرزق، فلا تسيء إليهم وتستجلب الزبائن إليك دونهم، تتركهم. كل هذه محاذير في هذه الجوائز. النبي صلى الله عليه وسلم حصر أخذ الجائزة في المسابقة على ثلاثة أشياء، فقال: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. النصل هو الرماية، والخف هو ركوب الإبل، المسابقة على الإبل، والحافر الخيل، ركوب الخيل، تعلم الفروسية، لأن تعلم الرماية وتعلم الفروسية وتعلم ركوب الإبل هذا مما يدرب على الجهاد في سبيل الله عز وجل، لأن هذه دواب الجهاد وسلاح الجهاد، تدرب عليها مطلوب، وأخذ الجوائز عليها أخذ مشروع. أما ما عدا هذه الثلاث فلا يجوز. قد استثنى بعض العلماء كابن القيم رحمه الله أخذ الجائزة على المسائل العلمية، المسائل الشرعية، لأنها تلحق بالجهاد في سبيل، لأن تعلم العلم من الجهاد في سبيل الله، فيجوز أخذ الجوائز على المسائل الفقهية والمسائل العربية النحوية، لأنها لا تعلم العلم وهو من الجهاد في سبيل الله، فيدخل في هذه الثلاث. وما عداها لا يجوز، وهو من أكل المال بالباطل، وهو الربا، وهو الميسر، وهو القمار، فلا يجوز بها. وقد صدرت فتاوى من هيئة كبار العلماء ومن اللجنة الدائمة، فتاوى في هذه الأمور وطبعت ووزعت، لكن هؤلاء لا يعقلون ولا يلتفتون إلى أحكام الشريعة، وإنما يتبعون أهواء أو يقلدون الغرب والكفرة،
ولا يبالون بأحكام الشريعة، نسأل الله العافية. نعم.